لاباس عليكم، نتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا مزيانين ولاباس عليكم صحيحه على لاباس وكل مزيان. مرحبا بكم عاوتاني عند اختكم قناه ياسمين ان برمنغا. اليوم غادي ندير واحد التجربه اللي كما انا كنقول لكم اي حاجه كنبغي نديرها كنبغي نشاركها معكم. اليوم كنت جالسه ما بيا ما عليا وانا نتشهى سيكوك، عندي تشيشه، عندي اللبن، عندي كلشي، كنت غادي نوض وغادي نديرو. انا هاد الساعه وجداني هادي، رغم انه هو صراحه انا كنت قبل الحجر الصحي كنت في جبت من عند المغربي البلبوله ديال العطار ديالنا ديال المغرب، وتسالات لي كنت من بعد جبت من عند شو سميتهم بوليس شوب البولاكوس، ودابا تسالات لي مشيت كنت غادي ضربه دويره في سبورك هيل وجبت هادي وبانت لي باش نجربها. المهم ما غاديش نكثر عليكم هذا كما كتعرفوا انا دائما في الهضره عليكم، دائما في الهضره بزاف والفيديوهات كيجيو طوال. انا غنجرب معكم اليوم كاري يلا 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 No, estás con tu t-shirt negro, guapo. ¿Ah? Para que te vea todo el mundo. La que creo que no van a dejar el seco, que dieron el guarito, que el club se hace. Darna. O a razón de que se quede el bim. O no, me da la vez con más o menos 500 gramos, que se da 5 kilos. كما قلت لكم الوالد والوالده دائما في الصيف كيكون معاك في اسبانيا فيها الصيف بزاف، المهم الماء راه كيسخن فهما كياكلوا السكوك بزاف. وراجلي فاش كنت هنا كنت كنهضر له على اللبن وهذا مكنش كيحمل اللبن، كيشوفني كيفاش كندير عليه كيبقى بحال هكا واش هادشي كتاكلي نتيا وهذا. وفاش مشينا تما لاسبانيا شوف العائله ديالي كياكلوه، وديك الساعه صافي ملي جينا ضروري البن، الا بقيت الا ما شريتش البن تقول لي علاش ما جبتيش البن. المهم هو محيك هو بنتو، بسم الله توكلنا على الله وغادي نبداو. كنتمنى تكونوا تشوفوا ما بقوش تشوفوا. غادي نعمل هيدا، المهم ما غاديش ندير بهذه الطريقه كيفاش كتعجبني. واحد صاحبتي بنغلاديشيه كنمشي عندها فاش كدير الروز ما كطيح حتى وحده، الا طاحت لها شي وحده كدير لها طق طق تجمعها وتردها، والحمد لله الله سبحانه وتعالى يعني مبارك ليهم في كل شيء. وقلت انا يعني راه هاد الشيء اللي كديرو هي يعني ما كطيعش النعمه والو. يعني فاش جات عندي واحد النهار ولقيتني كندير الطعام وطار شويه هكا ومسحتو رميتو بقى فيها الحال ما عجبهاش بحال. المهم غنخلي غادي تنشف ونعاود نرجع. هانتوما هنا دابا نشف، ما نشفش دي طول ولا طول، ولكن راه نشف. يا ربي ما تحشنيش. راه نديرها في الكسكاس ونديرها في الفرن. نعم جات ياسمين، جبت لي لافوكا باش نطحنها لها. كي سميت هادي؟ هادي واش هي؟ كي سميتها؟ هادي كي كيقولو لها؟ ندير هذا يفور وعاد نرجعو. سميتك انت يا ياسمينة؟ وشكون انا؟ ماما. واش راه دير ماما؟
هوت كيما قالت بنتي. صعيب تكون الموتى تاكلي شي حاجه ملي خصك طيبيها انتي. صعيبه بزاف. Van a venir, te van a ver todas mis amigas. ¿Qué es YouTube o directo? ¿Es YouTube? Pero no lo voy a quitar. ¿Sí, hello? Hola, adiós, lo que sea, ¿no? Se la maricó. ¿Que lo vas a hacer un vídeo? Ya, ya. Yeah, yeah. No, ya. Yeah. Se la maricó. Mira la cámara para que te vea. Más para acá, poco más para acá. لزوان ولا ما تمنعش لا ما والو يعني غير بغيت نزيدها شويه ديال الماء وصافي نخليها باش تزيد المره التاليه. قبلوا على هذا الفيديو هذا. ياسمينه مسكينه قنطات وبغات تخرج والشتا كاينه يعني ها حنا في شهر 7 والشتا كاينه. هانتوما كما كتشوفوا معايا البلبوله ديالنا هي وجدات. شوفي كيفاش دابا راني دايرها هنايا باش تبرد ومن بعد عاد ان شاء الله غادي نديرها مع اللبن. المهم انا حيت انا فورتها حيت شهيتها مع اللبن سيكوك. كما كتشوفوا معايا السيكوك ديالنا ها هو واجد. نتمنى ان شاء الله توجدوه بهذه الطريقه رغم انها الطريقه العاديه اللي كلشي كيديرها. يعني انا ما زدت حتى شي حاجه من عندي. فورت شيشه كما كيديروا لها كاع الناس وزدت عليها اللبن كما كيزيدوا كاع الناس. المهم هنايا كاين هذا اللبن هذا كيفاه هو اللي كنشريوه. كاين فيه هاد الماركه فيه هادي هو بحال هذا شويه ديال الحموضه على هذا. هذا هو الفرق اللي كاين فيهم. هذا كاين فيه عاد واحد زرق حتى هو زوين ولكن داك الزرق عاوتاني جاي كما نقولوا ترثارو على هذا. هذا فيه الحموضه هذا نقص عليه وداك الاخر نقص على هذا في الحموضه باش نكونوا واضحين. الزرق حتى هو لبن ولكن نقص على هذا في الحموضه. هادو انا كنشريهم مع عند بولي شوب
لهما عندهم اللبان عندهم البلبولة عندهم الشربة كما نقول احنا في وجده الشعرية ماشي ديال الصفاء عندهم واحدة اخرى لانه عندهم رقيقة ديال الصفاء انا عمرني ما جربتها فما غاديش نقدر نقول لكم ليها حتى شي حاجة. مهم فيديو هذا راه طولته بزاف راه خصو يكون قصير بزاف. كنشكركم بزاف كنشكر كاع الناس اللي كيشجعوني مهم ديجا درنا كنشكر كاع الناس اللي كيشجعوني كيديروا لايك وكومنت دائما والناس اللي باقي ما شاركوش معايا مرحبا بكم في قناه ياسمين عين برمنغا. الى عجبكم الى عجبكم شي ولي جات اليوم القناه ديالي يعني ان جينيرال فما مرحبا بكم باش تشاركوا معنا وتضغطوا على الزر الاحمر باش يوصلكم اي حاجه درناها جديده. يلا بسلامه عليكم.